أبواب جديدة للرزق تفتح للعاطلين عن العمل مع قدوم شهر رمضان المبارك، حيث العديد من الأعمال الموسمية تشكل متنفساً لآلاف الشباب ومصدر رزق لهم يعينهم على قضاء حوائجهم خلال هذا الشهر، كبيع المعروك والحلويات وتحضير المشروبات الرمضانية، حيث يزداد الطلب عليها بشكل كبير من قبل الصائمين. نحن بالأيام العادية نهار من الشهرين وعشرة لا، فنحن بنستنى من السنة لسنة هذا الشهر بس لحتى نكسب شهر رمضان بالشغل. بنطب معروك وبنسترزق يعني، وهو الشهر كله 30 يوم، من تم 30 يوم عم نشتغل. لأن باقي الأيام بنقضيها نهار بزريقة، نهار بالعمار، نهار بالمطاعم، وحسب بقى وين هيك الله بيقسم لنا رزقه مروا عليها. ما يميز المهنة التجارية البسيطة خلال الموسم الرمضاني إمكانية القيام بها برأس مال صغير، وهو ما يفسر كثرة انتشار بائعي المأكولات والمشروبات الرمضانية في الأسواق كالمعروك والسوس والتمر الهندي، خاصة مع تزايد الطلب عليها من قبل الصائمين، ما يجعل هذه التجارة اليومية البسيطة تجارة رابحة في معظم الأيام. نحن هون شهر رمضان شهر فضيل وكريم، نشتغل بالتوت وبالجلاب والسوس والتمر الهندي والمعروك واللازم منه، ونحن برمضان عمال هون بشكل عام عمال بنشتغل الشهر هذا الفضيل، بيصير شوية حركة وعمل بنشتغل فيه لا وقت بيجي العيد. يأمل عمال المهن الرمضانية المؤقتة بالعثور على أعمال طيلة أيام العام علها تسد رمقهم وتساعدهم على تأمين الحد الأدنى من مستلزمات العيش في وقت انتشرت فيه البطالة بشكل كبير.